اليوم جينا واحتجينا على قبل تجديد الترخيص، كنطالبوا من هذا السيد الرئيس باش يعطينا تجديد الترخيص. هذا الشيء اللي جينا باش نطالبوا، ما جيناش ناخذوا من عنده شي حاجه اللي هي ديالو، جينا ناخذوا حقنا. حنا كنطالبوا غير بحقنا. عطاو 2021 عندنا، ولكن 2022 حبسوها باش يعطوا للشركه الوهميه، ولكن ما يمكنش. حنا فين غيمشي هاد الدرويش؟ لما غنعطيو هاد الدرويش باش غنعيشوه؟ راه حنا عندنا عائلات اللي هما كيخدموا في البلاصه، فهمتي؟ وما كيخدمش عائله واحد، عائله كتخدم معاها جوج العائلات ولا ثلاثه الناس. الكارديان حاضر لك الطوموبيل ديالك، تيغسلها لك، حاضر لك حتى ولدك، حاضر لك حتى دارك. لا كنحضي لك مهما انت، انا في الزنقه عندك من حقي نحضيك، ولكن الكارديان راه كيخلص القوانين ديالو، علاش اللي ما تخلصوش نتايا؟ انت من جانب الاخوه ومن جانب العطف ومن جانب الاسلام، راه حنا مسلمين، خاصك تخلص الكارديان. احنا ما كنطلبوش الصدقه، احنا كنطلبوا حقنا، احنا كنخلصوا الارض، دونك انت خاصك تخلصنا. راه حنا كنخلصوا الواجبات ديالنا، راه حنا ماشي فولونتير، حنا كنخلصوا القوانين ديالنا. والجمعيات ما عمرهم كيتسالونا، ما كيتسالونا حتى 10 دريال. انا كندير دعوه للناس اللي كيرفضوا الكارديان، اللي كيهضروا لي بديك الصيفه الخايبه بانه مبتز وكيديرنا، ما تحدوش، الله يرحم لكم الوالدين، ما تحدوش جميع الكارديانا، ما تحدوش، حيت ماشي كلشي بحال بحال. لو جينا حنا نحكموا على كلشي بحال بحال، انسان خايب ونحكموا على 100، ما غاديش نعيشوا، ما غاديش نعيشوا، ما غنعيشوش. لو جيتي تشوف غتلقى واحد خايب وغتلقى جوج مزيانين، ما تحددش، حيت الكارديان المبتز كتقدر تلقى عنده ما عندوش ترخيص، هذاك غير صحه، واخدها صحه، عنوه وعدوان وظلم. اما حنا لا، حنا صحاب الرخاص، حنا بالرخاص ديالنا وبالقانون ديالنا، لا درنا شي حاجه كنتعاقبوا عليها. حنا خويا كبرنا بحال ما هكا، فهمتي؟ حلينا عينينا بحال ما هكا كارديان، والدينا بحال هكا ماتوا تما وبقينا حنا في هذيك البلاصه، ما عندنا ما نديرو. وزيدا حنا ماشي كن يعني صحه، اللي بغى يعطينا الله يخلف، ما بغاش يعطينا 100,000 الله يخلف. حنا ماشي كارديان مبتزين وكناخذ شي حاجه صحه، لا ما كايناش، ما كايناش. هذا الكارديان هو اللي كيحرس، كيحرس، واللي بغى يعطيه يعطيه، ما بغاش يعطيه هذا هو الكارديان، ما عمره ياخذ شي حاجه صحه. كنطالبوا منهم يسمعوا لينا ويعطيونا حل، حنا راه ما دايرين شي حاجه صحه ولا باغين شي حاجه حنا خايبه، حنا بغيناهم يتصنتوا لينا ويسمعوا لينا ويسمعوا للضرر ديالنا. علاش ما بغيتوش تعطيونا الرخاص؟ عطيونا التجديد، حنا محتاجين التجديد، هازين بها وليداتنا، هازين بها مواتنا، هازين بها كرا، الماء، الضو، عايشين بها الخدمه، هي باش عايشين. مني غتخرجونا حنا وغادي تاخذوا انتم هذيك البلاصه ديروا فيها صحاب الصاب والعدادات، حنا باش غادي نعيشوا؟ ما فكرتوش؟ فكروا فينا، راه هازين يتامى، هازين معوقين. لو جيتي تصنت لاي واحد ما غاديش نعس.